مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة هذا المساء من زوايا الحدث، والتي سنخصصها للحديث عن المعتقلين في سجون الميليشيا والتظاهرة الإلكترونية التي ينفذها ناشطون حقوقيون وسياسيون للمطالبة بإطلاق سراحهم. أشهر طويلة مرت، والكثير من المواطنين بينهم سياسيون وصحفيون وناشطون حقوقيون لا يزالون في سجون الميليشيا بدون أي تهمة سوى رفضهم للانقلاب على السلطة الشرعية. وحتى الآن لا تتوافر أي معلومات عن أماكن اعتقالهم أو ظروفهم الصحية. في منتصف ديسمبر الماضي أصدر المرصد الأورومتوسط لحقوق الإنسان بالشراكة مع التحالف اليمني لحقوق الإنسان تقريرا أشار فيه إلى توثيق أكثر من 7000 حالة اختطاف خلال أشهر من حكم الميليشيا. وبحسب التقرير ذاته فإن قرابة 2500 مختطف لا يزالون معتقلين في سجون الميليشيا حتى اللحظة، بينهم الكثير ممن لا يعرف شيء عن مصيرهم، ولا تزال الميليشيا ترفض تقديم المعلومات بشأنهم. وبعد أن فشلت كل الجهود الساعية للضغط على الميليشيا لإطلاق سراح المعتقلين، يدشن اليوم مجموعة من الناشطين الحقوقيين والسياسيين تظاهرة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي تهدف لتسليط الضوء على هذه الجريمة وفضح الممارسات والانتهاكات الإنسانية والقانونية التي تمارسها الميليشيا الانقلابية، وكذا تحفيز الرأي العام المحلي والعربي والدولي إلى المشاركة في ممارسة الضغط على الميليشيا لإطلاق سراح كافة المختطفين في المعتقلات والسجون التابعة للحوثي وصالح في العاصمة صنعاء وغيرها من المحافظات. عن التظاهر ومصير المعتقلين ستكون حلقتنا الليلة من زوايا الحدث، وسنناقش الموضوع في محورين. الأول يتعلق بأهداف وأجزاء الحملة الإلكترونية الخاصة بإطلاق المعتقلين، والمحور الثاني سنخصصه للحديث عن مصير المعتقلين ودور الحكومة ومنظمات المجتمع المدني في السعي لإطلاق سراحهم. سيكون معنا من نيويورك منسق حملة أطلق المعتقلين الناشط البراء حمزة، ومن الرياض سيكون معنا معالي وزير حقوق الإنسان عز الدين الأصبحي، ومن صنعاء رئيسة منظمة مواطنة لحقوق الإنسان رضيى المتوكل. قبل أن نبدأ النقاش مشاهدينا، نذهب لمشاهدة هذا التقرير الذي أعده الزميل كمال حيدرة، ثم نعود نتابع. بعد رفض ميليشيا الحوثي والمخلوع إطلاق سراح المختطفين في سجونها والذي كان بندا رئيسيا على طاولة المفاوضات في بيال، تحول المعتقلون إلى ثيمات تضامنية على مواقع التواصل الاجتماعي. أطلق المعتقلين هو شعار حملة جديدة تبنها ناشطون حقوقيون وسياسيون تهدف إلى التعريف بجريمة الميليشيا التي تختطف عددا كبيرا من السياسيين والصحفيين والحقوقيين اليمنيين منذ انقلابها على السلطة الشرعية قبل أكثر من عام. الحملة التي تنطلق بلغات عدة تهدف أيضا إلى خلق رأي عام ضاغط على ميليشيا الحوثي وصالح لإطلاق المعتقلين في سجونها، والذي مضى على اختطاف بعضهم ما يقارب العام ويعيشون في ظل ظروف صحية قاسية تحت التعذيب النفسي والجسدي. وبحسب تقديرات حقوقية فإن ميليشيا الحوثي والمخلوع تحتجز آلاف اليمنيين، وهو ما أكده المبعوث الأممي مؤخرا في إطار مساعيه التي يبذلها لإطلاق سراح بعض هؤلاء وخصوصا السياسيين منهم لاستئناف المباحثات التي يرعاها بين الحكومة والميليشيا. مؤخرا تعهدت الميليشيا بإطلاق بعض المعتقلين في إطار التهيئة لجولة جديدة من المباحثات التي ترعاها الأمم المتحدة، لكنها لم تلتزم بذلك واستمرت في رفضها تقديم أي معلومات عن أماكن احتجازهم أو ظروفهم الصحية، فيما تتصاعد حالات الاختطاف والاعتقال غير القانوني الذي تنفذه سلطات الميليشيا ضد الناشطين والصحفيين والمواطنين الرافضين لهذه السلطة. يعد ملف المختطفين من أكثر الملفات سخونة نظرا لتعمد الميليشيا استخدام المختطفين كورقات تفاوض في المباحثات التي ترعاها الأمم المتحدة، فيما كان عدد منهم قد قتل في وقت سابق نتيجة لتعرضهم للتعذيب أو لتعمد الميليشيا استخدامهم كدروع بشرية في المواقع التي تتعرض للقصف من قبل قوات التحالف. وبعد فشل المبعوث الأممي في إعادة المختطفين إلى ذويهم بعد أشهر من الاعتقال أو تقديم معلومات عن مصيرهم، يبدو أن الحملات التي يتبناها الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ستبقى هي الوسيلة الوحيدة في أيدي المدافعين عن المختطفين، ولكن لا يعرف على وجه الدقة ما مدى التأثير الذي يمكن أن تتركه مثل هذه الحملات. أهلا بكم مجددا مشاهدينا للحديث عن التظاهر الإلكترونية الخاصة بالمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين في سجون الميليشيا. معنا الآن من لندن المتحدث باسم الحملة الناشط البراء شيبان. مرحبا براء.
اهلا وسهلا بك، واهلا وسهلا بالمشاهدين الكرام، ونقول كل سنه وانتم بخير مع طاله العام الجديد، وان شاء الله كل سنه ومعتقلينا في حريه، وكل اليمن بحريه ان شاء الله باذن الله. استاذ البراء، لو تكرمت اعطينا لمحه مختصره عن الحمله التي تنفذونها اليوم لاطلاق المعتقلين. نعم، بالنسبه للحمله، هي طبعا استمرار لسلسله من الحملات تتعلق بكثير من الانتهاكات التي وقعت بحق الكثير من الناشطين، ولكن بسبب تطور الازمه اليمنيه لم يتم الالتفات اليها. عاده في الحروب الكثير من القضايا تكون مهمله، ومن ابرز هذه القضايا في هذه الحاله تكون قضيه المعتقلين. الحملة الحالية هي حقيقة أننا نخشى أن يتم تجاوز هذا الملف مع الحرب الحادثة، خصوصا إذا وصلت الأطراف إلى أي تسوية سياسية، سواء دخلت الحكومة الشرعية إلى صنعاء أو تمكنت من إنهاء وضع الانقلاب. كثير من الملفات حقيقة تكون طي النسيان. فالحملة هي محاولة للتذكير اولا، هناك الكثير من المعتقلين، ومحاوله التذكير ايضا ان وضع الانقلاب الذي فرضته ميليشيات الحوثي كان راققه الكثير من الانتهاكات. الانتهاك هذا قد يكون بالاختطاف، بالاعتقال، واليوم نشاهد اصبح مساله اعتقال الصحفيين والسياسيين والناشطين مساله طبيعيه واعتياديه، وتقبلنا نحن كيمنيين الذي كنا نتفاخر يوم من الايام ان لدينا سقف عالي من الحريات، ولدينا سقف عالي من حريه التعبير. اصبح اليوم مساله عاديه ان يتم اعتقال صحفيين، ان يكون هناك عشرات من الصحفيين في سجون الميليشيا، ان نجد سياسي يغيب ولا نعلم ما هو مصيره، ولا تتمكن حتى اسرهم من زيارتهم. فاعتقد انه يجب علينا كيمنيين ان ننعش الذاكره الوطنيه، أننا كيمنيين كنا يوما نتفاخر بسقف عالي للحريات، ويجب أن يستمر هذا الموضوع، ولا يمكن السكوت على مثل هكذا جرائم ومثل هكذا انتهاكات. طيب، يعني هدف إطلاق المعتقلين هو هدف واضح في هذه الحملة، لكن ما هي الأهداف المصاحبة التي ستضغط في سبيل إنجاح الهدف الأساسي؟ الأهداف المصاحبة، أولا نحن نريد أن نذكر المجتمع الدولي لأنه هناك خلط فهم يعني كبير فيما يتعلق بجماعة الحوثي وميليشيات صالح. هم يصوروا أنفسهم كأنهم جماعة أقلية مضطهدة، وأنهم فقط يدافعون عن حقوقهم، وأنهم في مرحلة دفاع عن النفس. فالمحاولة أولا، أهم شيء، هي أن نوضح الحقيقة للعالم أننا أمام ميليشيا تعتقل عشرات بل مئات من السياسيين والناشطين والصحفيين. نحن أمام وضع غير طبيعي، لا يمكن السكوت عليه. وتذكير أن بعض هؤلاء السياسيين هم الذين كانوا يصروا باستمرار العملية السياسية، ويصروا باستمرار الحوار مع جماعة الحوثي، وكانوا هم اول من استهدفتهم جماعه الحوثي في انقلابها. النقطه الثانيه هي انه يجب ان يتم رصد مثل هكذا حالات، لانه اذا غيب الرصد عاده هذه القضايا يتم نسيانها وتجاوزها. فيجب ان يكون لدينا رصد لمثل هذه الانتهاكات، نذكر الجميع من هم الصحفيين المعتقلين، من هم السياسيين، حتى لا يغيب أي أحدهم في سجون وأقبية الميليشيا. طيب، رصد لدى مؤسسات رسمية تسجل هذه البيانات وتعطيها للمنظمات الأممية؟ هذا طبعا جانب منها. نحن طالبنا في كثير من المناسبات، وأنا شخصيا طالبت في كثير من لقاءاتي مع كثير من المنظمات الدولية، أن عليهم أن يعملوا رصد مثل هكذا الانتهاكات. تجاوبت بعض المنظمات، أبرزها كانت منظمة العفو الدولية، ومؤخرا أعتقد إذا شاهدتم تقرير هيومن رايتس واتش، أيضا رصدت حالات الاختطاف، سمت الاختطاف التعسفي الذي مارسته ميليشيات الحوثي. هذا الرصد مهم جدا، يعني بعض الاحيان الرصد اهم من فكره فقط أن نذكر ان هذه الميليشيا فقط
جماعة انقلابية. يجب الرصد هو يحفظ حقوق هؤلاء المعتقلين. طيب لماذا اختيار آلية التظاهر الإلكترونية في هذا السياق؟ أولا نحن نعتقد أن اليوم وسائل التواصل والوسائل الإعلامية قد تجاوزت مرحلة اللي هو فقط يعني نحن نعتقد أن المسألة الآن يعني تتعلق بالفضاء الإلكتروني. اليوم أي واحد لديه صفحة في الفيسبوك ولديه قناة على اليوتيوب ممكن أن يكون لديه متابعين أكثر من قنوات تلفزيونية. لم يعد ال يعني وسيلة الاستقاء المعلومة فقط هي عبر القنوات التلفزيونية أو القنوات الرسمية، ولم تعد حكرا على مؤسسات الدولة، بل أصبح الآن تجاوزها. فيجب معظم الناس اليوم يتلقوا أخبارهم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، يتلقوا الأخبار عن طريق مواقع إلكترونية مثل تويتر على سبيل المثال. طيب يعني نحن شهدنا قبل فترة أو شهدت اليمن تظاهرة إلكترونية أخرى بعنوان ارفعوا الحصار عن تعز، لربما أنت كنت من القائمين أو أحد الذين ساهموا فيها. هل تم الاستفادة من الأخطاء إذا وجدت في تلك التظاهرة الإلكترونية لمحاولة معالجتها وتقديم نموذج أفضل كتجديد وتحسين للنماذج التي يعني تعمل؟ نعم، بالنسبة للحملة الأولى والتي هي رفع الحصار عن تعز، نحن نعتقد أنها لا زالت مستمرة، لأنه هدف الحملة هي رفع الحصار، وهذا ما لم يتم إلى الآن. هي نجحت في أنها تلفت انتباه المجتمع الدولي والكثير من متابعين الشأن اليمني حول ماذا يجري داخل محافظة تعز. تم تسليط الضوء إعلاميا وسياسيا والضغط، وشهدنا أن مجلس الأمن عقد جلسة استثنائية يناقش وضع بشكل خاص مدينة تي مضايا وتعز. هذا ما يتعلق بوضع تعز. أعتقد الإشكالية هي أنه لم يكن هناك متابعة وضغط من قبل الحكومة اليمنية. نتمنى في هذه الحملة أن نتجاوز هذه الأخطاء، لأنه نستهل بعض الأحيان من الناشطين أنهم يتفاعلوا مع قضية معينة، ولكنهم القضية سرعان ما تذهب طي النسيان بمجرد أن تنتهي الحملة. طيب حتى الآن بالنسبة لحملة الإفراج عن المعتقلين، كيف تقيم مسار الحملة؟ هل هناك تفاعل كما كان في الحملات السابقة؟ هو طبعا لازلنا نحن في البداية، يقيم التفاعل في نهاية الحملة. نحن نراهن أن الحملة سوف تجذب الكثير من الانتباه مثل ما جذبتها الحملة السابقة، ونعتقد أنها ستكون أيضا قضية جامعة. أيضا نجاح الحملة يتعلق إذا استطعت أن تختار قضية جامعة توحد كل الأصوات الحقوقية حولها. يساعدنا في هذه الحملة تحديدا أنه هناك تقارير موثقة من منظمات كبيرة قد قامت بعمليات رصد، لما ذكرت تحديدا منظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس واتش. بالنسبة للتفاعل، أنا يعني على يقين أنه سيكون هناك تفاعل كبير جدا، وربما تفاعل أكبر من المرة السابقة. طيب ما هي المنصات المستهدفة، المنصات الإلكترونية المستهدفة؟ هل فقط فيسبوك وتويتر أم أن هناك منصات جديدة تستهدف في هذه الحملات؟ نعم، الآن مبدئيا هي فيسبوك وتويتر، كونها يعني تحتوي على أكبر المتابعين، يعني أكثر موقعين يتم استخدامهم اليوم عالميا هم يعني هذه الموقعين. الفارقة الذي أعتقد أنه يجب التركيز عليها أن نحن نحاول أن نعمل فلاشات ممكن إيصالها عن طريق موقع يعني عن طريق رفعها على موقع يوتيوب ثم نشرها إلى أكبر عدد ممكن. هل هناك أي أعمال يعني منظمة في هذا الخصوص أم أنها يعني مشاركات فردية؟ نعم، هناك أعمال منظمة وليس فقط منظمة. نحن الآن بصدد تجهيز فلاشات وفيديوهات بأكثر من لغة، بحيث نحن نتجاوز حاجز اللغة، بحيث لا نخاطب فقط محيطنا العربي، نتحدث مع كل المتابعين والمهتمين بالشأن اليمني والشأن العربي، سواء المتحدثين باللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية. نحاول الآن أن تكون الحملة مستهدفة الأول.
بل قد يتفاجأ المشاهد إذا قلت له أنه كثير من الـ من الـ من الـ الناشطين في هذه الدول تواصلوا معنا وأبدوا استعدادهم للتطوع لتصوير فيديوهات يبدو فيهم تضامنهم ووقوفهم مع طيب. مع هذه الحملة. أستاذ البراء الآن ينضم إلينا معالي وزير حقوق الإنسان عز الدين الأصبحي، أرجو أن تبقى معنا. سأنقل له يعني شكواك أو عتبك على الحكومة من حيث متابعة هذه الحملات للضغط على الأمم المتحدة يعني إيجاد أثر أكبر. مساء الخير معالي الوزير. أهلا، مساء النور، مرحبا بك، حياكم الله. معالي الوزير، يعني تحدث الأستاذ البراء شيبان وهو أحد القائمين على تظاهرات الإلكترونية الخاصة بإطلاق سراح المعتقلين وقبلها رفع الحصار عن تعز، تحدث على أن الحكومة لا تعطي التبني الكافي لهذه المبادرات للضغط بشكل أكبر على الأمم المتحدة لتنفيذ بنود المفاوضات التي منها بنود إجراءات الثقة التي منها إطلاق سراح المعتقلين. شكرا جزيلا، وعلينا أن نكون في هذه الأمور، يعني ربما هناك بعض المعلومات التي لا تصل في الوقت المناسب ليعرف بعض البنود المختلفة، ولكن ليس دفاعا عن هذا الملف حكوميا. الحكومة خلال الفترة الماضية بخاصة كافة الجلسات المختلفة تأتي قضية قضايا الحقوق وقضايا المعتقلين في مقدمة الاهتمامات المختلفة، يعني سواء قضية حصار تعز وقضية المعتقلين لم تتحول إلى قضايا دولية على مستوى جلسات مجلس الأمن أو على جلسات مجلس حقوق الإنسان أو على مستوى اللقاء مع الأمين العام بان كي مون خلال اليومين الماضيين، إلا بسبب الجهود الحديثة للجانب الحكومي. وأعتقد بأن هذا الآن ربما لا يظهر إلى الإعلام بشكل كما يتمنى. الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية يكون أكثر قوة وفعالية عند منظمات المجتمع المدني والمنظمات المجتمعية. معالي الوزير، يبدو أن هناك إشكالية في الصوت، لربما فصل الاتصال الآن. أعود إلى الأستاذ البراء شيبان. أستاذ البراء، يعني نحن لاحظنا أثر كبير لهذه التظاهرات الإلكترونية، لربما لم يزر أي مبعوث أممي بالمدينة مدينة تعز، لكن المبعوث الأممي ولد الشيخ، لكن زارها أحد المبعوثين أو الممثلين لها ولعدد من المنظمات الدولية. هل تتوقع تأثير مشابه من خلال الحملة الجديدة التي أطلقتموها؟ طبعا أنا أعتقد أنه يعني بسبب الوضع المفاوضات وكون أن قضية المعتقلين قد فتحت أو فتحها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أكثر من مرة، هذه التظاهرات ستكون عامل ضغط كبير جدا في 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 عملية إطلاق سراح المعتقلين، خصوصا أننا نذكر أن الميليشيات الحوثي لم تلتزم بهذا البند، رغم أن المبعوث الأممي قال أنه تلقى تطمينات وضمانات من جماعة الحوثيين والمخلوع صالح بأنهم سيلتزموا بإطلاق سراح المعتقلين. أملنا أنه سيكون هناك تجاوب، ولكن وضع ميليشيات الحوثي هي وضع يعني لا يمكن للمتابع الطبيعي أن يستقروه بشكل دقيق وواضح. طيب، هل هناك أي عمليات إعطال إحصائيات حول عدد المعتقلين الموجودين في السجون، بث هذه الرسائل عبر هذه التظاهرة؟ طبعا هو الإشكالية أنه يعني هناك رصد طبعا مثلا لكم عدد الصحفيين المعتقلين، هناك رصد لعدد مثلا السياسيين والنشطاء المعتقلين، الإشكالية أنه لا يوجد رصد لكل الحالات على سبيل يعني في كل المحافظات. نحن نخمن أن هناك العشرات من الناشطين الذين تم اعتقالهم، ولكن لم يكن هناك رصد. حتى يعني أنا أتحدث خارج إطار العاصمة صنعاء. بالنسبة للمحافظات الأخرى للأسف الشديد لم يكن هناك رصد، ونأمل أنه من خلال هذه التظاهرة أنها تعطي فرصة مثلا لذوي وأهل المعتقلين الذين لم نتمكن من الوصول إليهم أن يتواصلوا معنا، بحيث أن نذكر الناس ونذكر الناشطين والإعلاميين ببعض المعتقلين الذي ربما أسمائهم تكون قد غابت عنا. نعم، طيب تفضل بالبقاء معنا أستاذ البراء. تنضم إلينا الآن رئيسة منظمة مواطنة للحقوق الأستاذة رضية المتوكل عبر الهاتف من صنعاء. مرحبا أستاذة رضية.
حياكم الله. أستاذة رضية، ما يقارب من 2000 معتقل لا يزالون في سجون الميليشيا، كيف تساعد المنظمات المحلية في إطلاق سراحهم؟ بصراحة يعني هذا الملف أصبح ثقيل جدا. هناك ليس فقط معتقلين تعسفا، ولكن أيضا مسلمين كثرا، وأيضا هناك حالات تعذيب عديدة. منظمة مواطنة بالإضافة إلى بث التوثيق والتواصل مع عائلات الضحايا وتسبيل القضية إلى الإعلام، هي لديها من خلال محاميتها في منظمة مواطنة تقوم بالمساندة القانونية. هي زارت جميع أقسام الشرطة والنيابات وأيضا أماكن الاحتجاز لتحاول بالضبط من أجل الإفراج عنهم. تمكنت في بعض الحالات من أن تكسر حالة الاختفاء القسري وساعدت الصحفيين للتواصل مع أهاليهم. هناك أيضا وعود وأوامر خطية بالإخراج ووعود بالإخراج، ولكنها إلى حد الآن لم تتحقق. طيب ما هي المعوقات في سبيل ذلك أستاذ رضية؟ المعوقات أن جماعة الحوثي لا تفرج عنهم بدون سبب. هم معتقلون بدون سبب، وباقون في السجون بدون سبب، ومختفون قسريا بدون سبب، وخروجهم ايضا لا يوجد. طيب تحدثتي انت عن اوامر خطيه بالافراج عنهم، يعني هناك قبول لدى قيادات الحوثيين بما ان هناك اوامر خطيه بالافراج عنهم، فما هي المعوقات التي تقدم؟ ايضا منهم فيهم هناك قيادات داخل الجماعه يعني تتلقى امر الافراج ولكنها لا تنفذه. يحتاج ربما هذا الى مزيد من الضغط والمتابعه. نحن لدينا أمل أن أولئك الذين صدرت أوامر بالإخراج عنهم سيتم الإخراج عنهم، لكنهم لحد الآن معتقلين ولم يفرج عن أحد. أنا أخاف أن تتحول هذه القضية إلى نوع من الاعتقال، وهذا خطير جدا. قضية الاعتقال، اعتقالات التعسفية قضية إنسانية ممتدة، هي لا تشمل فقط ذلك المعتقل أو المختفي قسريا، ولكنها إلى أهله أو عائلته التي تعاني كل يوم بسبب اعتقاله. طيب أستاذة رضية، هل من المعلوم أماكن اعتقال جميع المعتقلين، أم أن يعني غير محددة أو غير واضحة المعلومات حول وجودهم؟ يعني هذه المعلومات ربما تفيدكم في تقديمها للجهات المختصة حتى لا تحصل حوادث ضرب خاطئ كما يعني يحدث كثيرا. غير المعلوم باعتقاله، وهو معروف أنه أخذ من قبل الحوثيين يسمى مختفي قسريا. المنزل هو معلوم باعتقاله في معلوم مكانه، فهو معتقل تعسفيا. هناك معتقلين معروف اماكن اعتقالهم، ويمكن اهاليهم الوصول اليهم واستطاعت محاميه المواطنه الوصول اليهم، وهناك معتقلون غير معروف اماكن اعتقالهم ولا نستطيع ان نعرفها الى حد الان، وهؤلاء هم مختفون قسريا. طيب هل تقدم معلومات حول أماكن المعتقلين المعروفة حتى لا يحصل لها ضرب، حتى تجنب الاستهداف؟ هناك ما تقصد أنها تقدم معلومات لمن؟ للجهات التي سواء تقصف، سواء طائر التحالف العربي أو حتى أي جهة أو ميليشيا يعني لديها القدرة على القصف. من الواضح أن هناك لا يوجد تنسيق في هذا الأمر بين جماعة الحوثي وقوات التحالف. أقصد أنا من قبلكم أنتم كمنظمات مجتمع مدني لقوات التحالف. نحن لسنا مسؤولين لإعطاء إحداثيات أو معلومات لقوات التحالف، هذه مسؤولية السلطة التي تعتقل هؤلاء المعتقلين، ومسؤولية أيضا قوات التحالف، ليست مسؤولية منظمات المجتمع المدني. مسؤوليتنا نحن أن نتابع وراء هذا المعتقلين لنفرز عنهم، لنتأكد أيضا أنهم موجودون في أماكن آمنة، ولكن ليست مسؤوليتنا أن نكون حلقة وصل بين التحالف وجماعة الحوثي. طيب الآن هناك قضية يعني كانت منذ فترة، هي قضية مسيرة الماء التي بدأت، كانت من المفترض أن تبدأ في إب إلى تعز، لكنها يعني قوبلت باعتقالات. هناك من خرج من المعتقلات وهناك من بقي، ما هي آخر الأخبار حول من بقي في السجون؟ من بقي من مسيرة الماء الذين اعتقلوهم أمين الشفق وعنتر المضارب، إلى حد الآن ما زالوا معتقلين.
وايضا بدون تهمه وبدون سبب، غير انه في مسيرتنا حصلت حالات تعذيب عاليه جدا، كانت نسبه التعذيب التي حصلت في بعض الطالات على خلفيه هذه المسيره عاليه. والان معتقل بقي من المعتقلين هم امين الشفق وعنتر المبارزي، الى حد الان ترفض الميليشيا او جماعه الحوثي ان تفرز عنهم. طيب بسؤال، نعم بسؤال اخير استاذه رضيه، ليس فقط في تفضلي. نحن شفنا اعتقالات في الخديبة وفي الإرب وفي صنعاء وفي تعز، هذه المحافظات التي فيها نسبة اعتقالات عالية. في الخديبة مثلا هناك اعتقالات ثم يتم تحميلهم إلى صنعاء ولا يستطيع حتى أهالي المعتقلين أن يتابعوا وراءهم. هناك من تم تحويله إلى صعدة وثم نقل إلى صنعاء، فهناك معاناة مضاعفة لأهالي المعتقلين. طيب الآن بسؤال أخير أستاذة رضية، هكذا تظاهرات إلكترونية كالتظاهرة التي ستبدأ بالمطالبة بالإفراج عن المعتقلين وقبلها المطالبة بفك الحصار عن تعز وغيرها من المدن اليمنية، كيف تفيد منظمات المجتمع المدني في يعني عمل رسالتها وأداء دورها بشكل أمثل؟ هذه كل أشكال المناصرة والضغط الإعلامي هو ينفع في حالة واحدة، إذا كان مرتكز على رصد وتدقيق مهني وموجود من خلال منظمات المجتمع المدني عاملة على الأرض بيانات، يستطيع حتى المجتمع الدولي حين يسمع عن هذه التظاهرة أن يعود إليها ويعرف عن حقيقة الوضع، وأيضا إلى متابعة أيضا إدارية وفنية وقانونية قريبة أيضا من الجهة المنتهكة. هذه تجعل هذه المناصرة الإعلامية أكثر فائدة، أما إذا كانت مناصرة إعلامية بدون هذه المعلومات بدون هذا الضغط، لأنه حتى في قضية الاعتقالات المجتمع الدولي يسأل هل ذهبتم إلى الجهة الممتلكة؟ هل قدمتم شكوى؟ هل ذهبتم إلى النائب العام؟ حين يكون هناك نقص في هذه الإجراءات يكون هناك أيضا نقص في وصول المعلومات إلى المجتمع الدولي الذي يطلب منه أن يضغط على الجهة المنتهكة لتفريج عن المعتقلين، لانه حاليا لا توجد جهه محليه قادره على الضغط، فكل الخطاب يتجه باتجاه المجتمع الدولي. نعم، اذا رئيسة منظمة مواطنة الحقوقية الأستاذة رضية المتوكل كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء، شكرا جزيلا لك. أعود إلى الأستاذ البراء شيبان، والمعذرة على الإطالة عليك أستاذ البراء، لكن الاتصال من صنعاء كان يعني كنا نريد إطالته بالكامل حتى نضمن وجوده لأن هناك مشاكل في الاتصالات من هناك. تحدثت الأستاذة رضية عن أهمية وجود تنسيق ما بين النشطاء على التظاهرات الإلكترونية القائمين على هذه التظاهرات وما بين منظمات المجتمع المدني لفائدة أكبر أو لإحقاق يعني أثر أكبر، هل هناك تنسيق بينكم وبينهم؟ نعم هناك الكثير من التنسيق، وليس فقط تنسيق، أنا أقول أنه كثير من الرصد الذي تقوم به منظمات مثل منظمة مواطنة ساعدنا كثير في أن يكون لدينا على الأقل رقم واضح أو أسماء واضحة يعني ممكن أن ننطلق منها في عملية في يعني في الحملة هذه. منظمة مواطنة من المنظمات التي أنا أعتبرها عملهم كان جيد جدا ومفيد جدا للحملات، ليس في هذه الحملة فقط، حتى بالحملة السابقة التي كانت حملة رفع الحصار عن تعز كونهم كانوا من أوائل المنظمات الذين رفعوا تقرير واضح يتعلق بحصار تعز، وكان يعني كان عملهم مفيد جدا. الذي نريده الآن هو أن تكون يعني السلطة الرسمية وهي الحكومة اليمنية أن تتجاوب مع مثل التقارير التي تصدرها منظمة مواطنة، سواء كان لها أو عليها، بنوع من الإيجابية، لأنه هذه التقارير هي التي تساعدنا فيما بعد بأن نقوم بمثل هذه الحملات بشكل منظم ومرتب. منظمة مواطنة يعني ليس فقط هي يعني تزودنا بالمعتقلين، بل أنها تقوم بعملية رصد دائم. نحن نتواصل معهم حتى عندما يتم حالات اعتقال، بحيث أن يعني نحرص أن تكون منظمة مواطنة قد رصدت هذه الحالات ووثقتها،
بحيث على الاقل ان يضمن حق المواطن الذي انتهكت حقوقه ويضمن حق الاسره. وبفضل منظمه المواطنه تم اطلاق الكثير من المعتقلين. فنتمنى من الحكومه اليمنيه ان تتجاوب بايجابيه وجديه مع كثير من التقارير التي تصدرها منظمه المواطنه سواء كانت لصالح الحكومه او عليها. طيب يعني هل تواصلتم انتم كناشطين مع الجهات الحكوميه؟ ماذا كان ردهم؟ طبعا نحن في تواصل الى حد ما، ومن بين الذي تواصلنا معه هو نفسه السيد وزير حقوق الانسان الاستاذ الاصبحي. نعم. لكن الحكومه اليمنيه الان بسبب اوضاع مختلفه، يعني هذه الملفات، يعني انا اذكر لك على سبيل المثال، الحكومه اليمنيه مركزه على اطلاق سراح بعض المعتقلين، ابرزهم هم وزير الدفاع السابق اللواء قيصر رجب، اللواء ناصر منصور هادي على سبيل المثال. لكن ليس هناك ضغط، يعني احنا انا يعني في كثير من المفاوضات لا نشعر ان الحكومه ضغطت فيما يتعلق على سبيل المثال موضوع الصحفيين المعتقلين لدى جماعة الحوثي، الناشطين الذي اعتقلوا في مسيرة الماء على سبيل المثال. نعم. نعم أستاذ البراء شيبان المتحدث باسم تظاهرة أطلقوا المعتقلين، أعتذر منك لأنه الآن تواصلنا مع الوزير الأصبحي وهو الآن معنا، أشكرك شكرا جزيلا. معالي الوزير، يعني هناك الكثير من المطالبات للحكومة لتبني هذه المبادرات والانطلاق معها في ضغط على الحكومات أو على الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، هل تتبنون هذه المبادرات كما ينبغي؟ نعم بالعكس، يعني نتبنى ذلك ونشد على الايادي، نطالب ان نعمل سويه في هذا الامر، وكل خطوه تقوم بها هذه المنظمات، المجتمع المدني، منظمات الشباب، هي بالعكس تعزز من المسار الذي تقوم به الحكومه في مختلف المحافل الدوليه. عندما نذهب الى اي دوله في الامم المتحده سواء لدى الامين العام المتحده او لدى المقررين او المفوضيه الساميه لحقوق الانسان المفوض الثاني، تكون مساله صوت المجتمع المدني منظمات غير الحكوميه هو الذي يقوي المواقف. طيب لكن الاستاذ البراء شيبان ذكر ان هناك تركيز على بعض الاسماء من ضمن المعتقلين وعدم تركيز مثلا على الصحفيين المتواجدين، هل هذا الكلام يعني جاء في سياقه الصحيح؟ يعني لدينا اولا في مساله المعتقلين يجب ان نعرف ان هذه مساحه متحركه وليست ثابته على الاطلاق، يعني كانت نتحدث عن ارقام بعد ايام نتحدث عن ارقام، عندما تم الافراج او الاطلاق عن 5 اشخاص ثم في نفس اليوم تقريبا او في اليوم التالي، في بعض المحافظات هناك اسماء مغيبه حتى الان لم نستطع التوصل اليها، بالتالي لا يمكن مساله حسم هذا الامر بكشف واضح او اسم محدده، ولكن دعني اقول بان كثير من الجهات المصطفه، وانا هنا اتحدث على الاقل الجهات المختصة هي التي تستطيع أن تكون الصوت الأعلى، ونحن نعضد هذا الأمر بجانب الحكومي. مثلا نقابة الصحفيين الموسوعة التي تعمل في الإعلام تستطيع أن تكون هي في صدارة المشهد فيما يخص هذه الجزئية. المنظمات طيب التي تعمل في مجال المرأة. أعتذر منك معالي الوزير، لضيق الوقت سأسألك سؤالا أخيرا من بعد إذنك، يعني كان من ضمن البنود المتفق عليها في جولة المباحثات السابقة إطلاق سراح المعتقلين، الميليشيا من الواضح أنها ترفض تنفيذ هذا البند، وكان هناك حديث عن شروط جديدة لإطلاق سراحهم، ما هي هذه الشروط؟ عموما اولا ليس هناك اي مساله ان اطلاق المعتقلين لا تدخل في مساله المفاوضات. اطلاق المعتقلين يدخل في نقطه اسمها تعزيز الثقه، مسار الثقه لتنطلق المفاوضات، وبالتالي نحن لا نفاوض على اطلاق المعتقلين، نحن نطالب باطلاق المعتقلين دون قيد او شرط ولا تخضع لطاوله المفاوضات، وعندما ذهبنا الى جلسه المشاورات كان من باب نقطه اساسيه بانه من اجل ان نعمل على ما يسمى تعزيز مسار الثقه يجب اولا يعني أفهم منك سعادة معالي الوزير، أفهم منك أن الحكومة لن تذهب بأي مشاورات قادمة إلا بعد إطلاق سراح المعتقلين وفك الحصار عن تعز؟ بطبيعة الحال هذا المسار يسمى مسار تعزيز الثقة وليس قابل للمفاوضات. مسألة ممرات آمنة على المدن المحاصرة وفي مقدمتها مدينة تعز، ومسألة إطلاق المعتقلين، هذه القضايا لا تكلف
الاحتياجات اي وقت او خطط لاعدادها واستعدادات، هي فقط بادره حس حقيقيه لتعزيز مسار الثقه. شكرا لك. لا تخضع للتفاوض، والمجتمع معنا بقوه، وقال معظم ممثلي المجتمع الدولي من المعيب ومن غير المنطقي ان ياتي طرف من الاطراف يفرض عن انطلاق سراح ابرياء وناشطين وناشطات في المجال السياسي والاعلامي، وهذا امر لا يقبل التفاوض، ولا يمكن لنا ان نذهب للمفاوض من اجل اطلاق معتقلين. هذه قضيه اساسيه، فتح الممر. شكرا لك معالي الوزير. ليست نقطه للتفاوض، هي نقطه اساسيه فقط لتحسين او تعزيز مسار الثقه لا اكثر من ذلك. وزير حقوق الانسان الاستاذ عز الدين الاصبحي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك. بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم، أشكركم على حسن المتابعة وأشكر جميع الضيوف، تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان في التقديم وكمال حيدرة في الإعداد وبقية أفراد الطاقم الفني، إلى حين الملتقى، إلى اللقاء.